كرام مستمعينا الأفاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا العاشر في مجموع الأشواط وشوطنا العاشر في هذا الانطلاقة مشاهدينا الكرام. شوطنا العاشر مشاهدينا الكرام الخاص هنا بالحول ايضا المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق والتحدي والاثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. شوط يحمل الاسماء، شوط يحمل الاثارة، يحمل التحدي في مسيرة هذا الانطلاق. نتابع معكم المجريات، نتابع الانطلاق ونتابع المركز الاول في هذه المسيرة وصدارة هذا الشوط والانطلاق والتحدي، ومن تأتي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. غناتي من تأتي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق من هجنة العاصفة، تليها العنودة أيضا من هجنة العاصفة على المركز الثاني بقيادة حمد. على المركز الخامس من هجنة العاصفة محمد بن راهد بن حمد بن غدير طرفة، على المركز هنا السادس لهجنة العاصفة الرئاسة بقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، والأسماء قادمات، الأسماء قادمات هنا الشايبة، ثم الشيخ ماجد بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع محمد بن عبد الله بن حميدان، ومن الجانب الاخر هناك ايضا اسامي، ولكن ارى شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع نجده بقياده مطار بن سيف الاحد الهايري، وصلت هنا، وصلت غير باول ندى لها، تصل في هذه اللحظات غير لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانه السويدي. ولكن نعود الى الصدارة، نعود الى مرمرة على الصدارة، مرمرة على المقدمة، مرمرة على المركز الاول، قلنا مرت بكل اريحية، مرمرة هنا ايضا وصيفة ضوء في سيف التحدي، هناك ايضا بالشحانية اتت وصيفة للسيف، وها هي هنا تنتزع الصدارة، تنتزع المقدمة بالمركز الاول وصدارة هذا الشوط. هنا مرمرة من هجن العاصفة عفوا بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير لجتبي مشاهدينا الكرام. وعلى المركز الثاني ارى القدوم من الشاهينية ما يبنى لها طاري خلال مسيرتنا للسبعة الكيلومترات، ما يبنى لها طاري في العشر، تصل هنا على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع متعب المضمرين محمد بن سعيد بن مروشد. ولكن هنا الصدارة مع مرمرة هي صاحبة الفوز، صاحبة الناموس، تهانينا لهجنة العاصفة، تهانينا للوافق حمد بن راشد بن حمد بن غدير على هذا الأداء لمرمرة، وهي على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول بدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق. ها هي مرمرة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول بكل أريحية، تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز ومعلنة الناموس بدون أي أوامر ولا شبه أوامر. بينما المركز الثاني وتأتي هنا أيضا تأتينا العنود على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الشاهينية الشيخ حمدان بن راهب سعيد مكتوم، المركز الرابع الشايب سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راهب سعيد مكتوم، المركز الخامس من وصلت هنا ايضا لسمو الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم الشايبة على المركز الخامس. ونعود الى التوقيت الزمني وتوقيت مرمرة ولحظة وصولها الى خط نهاية معلنة الفوز والناموس، قاطعة 8 كيلومترات في 12 دقيقة 56 ثانية، اربعا من الاجزاء من الثانية بدون اي اوامر ولا شبه أوامر، أداء تلقائي. تهانينا للعاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثاني أتت العنودة أيضا للعاصفة،
وسجل التوقيت الزمني مقداره 13 دقيقة ثانيتين وتسعة أجزاء من الثانية بقيادة الواثق حمد بن راهد بن حمد بن غدير، بينما الشائبة من أتت أو الشاهنية عفوا على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم بقيادة المتعب محمد بن سعيد بن مروشد 5 أجزاء من الثانية وخمس ثواني. وهنا أيضا 13 دقيقة هي الحاضرة أمامكم مشاهدينا الكرام في هذا الانطلاق. نتابع المسيرة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي، نتابع